مساء الخير. في رحلة لم تكن سهلة استطاع الصعود لسابع سماء ليستقر وسط نجوم الأغنية الشعبية في مصر. أطلق عليه لقب ملك الأحزان، لماذا؟ وماذا حدث لطارق الشيخ؟ ده اللي حنعرفه الليلة في سابع سماء. إذن الفنان طارق الشيخ في ضيافة سابع سماء. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. بداية بدي أقول لك الحمد لله على السلامة. ربنا يخليكي. وأنا أكثر من سعيدة أنك شرفتني بأول لقاء من بعد طبعا قيمتك بالسلامة وصرت بالصحة أفضل وأحسن يا رب دايما. يا رب يخليك، أنا اللي سعيد بيكي وبرنامج حضرتك وفي قناة النهار ومجموعة قناة النهار. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا بيكي. أهلا بيكي. هنبتدي بعلى عمك. على عمك. هنلعب بقى مع بعض النهاردة. فيش مشاكل. أنت جاهز مثل العادة. أنا جاهز. فيش مشاكل. على عمك هي السنة دي هتختار صندوق فهمه بقى في مشاكله في قصصه، وانت هتكون مسؤول على الاسئله بعبلو. الموجوده فيه بايه؟ بعبلو. بعبلو هو بعبلو. ده تختار اني صندوق من اللي جنب حضرتك. اللي جنبي. يلا. شكلك عندك حاسه سادسه برضو. شغاله عندك الحاسه السادسه. اوكي، هنبتدي نشوف الموضوع. طارق الشيخ ومرضه الاخير، شاف الموت ورجع من الموت، ايه اللي حصل معك؟ هو كانت نرفزة زيادة، بس يعني ضغط 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 على الواحد. فعارفة لما تقعدي تقولي لحد اللي حوالين منك كلهم حاضر حاضر، يعني أي حاجة حاضر. واللي معاكي كله لما بتيجي تقولي له على حاجة بيقولك حاضر بس ما بيعملش. وانت بتعمل، يعني انت بتقولي له حاضر وبتعملي وهو بيقولك حاضر وما بيعملش. يعني بعد خمس دقايق بيغير كلمة حاضر دي خالص. فزي ما تقولي قعدت مخزن مخزن لحد ما فجرت. خلاص بقى انفجرت، يعني لقيت العيال راحوا المدارس والبيت ما فيش الا انا ووالدتهم بس بقى. فمع نفسي كده حصل ايه؟ بدات اكسر في الشقه حاجه حاجه، فقدت اعصابي. خلاص رحت فاتح باب الشقه، يا دوبك انا خارج من باب الشقه لقيت نفسي رحت واقع على وشي. هبط خلاص بقى، خدت خمس غرز هنا اهي. وهنا بقى ما كنتش قادر اخد نفسي بقى. عملت حاجة في القلب؟ يعني عملت كل حاجة الحمد لله، يعني قعدت بتاع يومين في الرعاية والحمد لله عملت تشيك كامل على جسمي كله والحمد لله. يعني طمنوني شوية، بس هو قال لي ابعد عن أي حاجة اسمها قهوة، تدخين. يعني انهيار عصبي. انهيار اللي حصل انهيار عصبي. انهيار عصبي لدرجة ان الدكتور يعني قعدني يوم في الرعاية لما ما لقاش حاجة، فهو برضو يعني شاكك، فراح مقعدني يوم تاني في الرعاية تاني عشان يبقى اللي هو اطمأني اكتر يعني. والحمد لله يعني بربنا ودعوات الناس. طب قاعد قدامك وانت بتكسر الحاجات في الشقه عندك، كان ايه في 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 بالك؟ كنت شايف ايه قدامك؟ مش شايف حاجه خالص، شايف ان دي بالنسبه لي خلاص نهايه. انا بقوله ذا فاين نهايه، ان انا مش عايز اشوف حد بس. طارق، اللي مضايقك بالشكل ده؟ ايه اللي خلاك توصل للمرحلة دي؟ انت عارف دموعك غالية علينا صح؟ ودموعك غالية على محبينك. ايه اللي مضايقك قد كده؟ يعني بالشكل ده في ايه؟ مين؟ رغبتك بالعودة للفن ومش قادر، حاسس الدنيا لا 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 لا، أنا في الفن الحمد لله. طب في إيه؟ ده أنا في الفن ربنا ساترني الحمد لله وأغانيك والحمد لله. طب في إيه؟ إيه اللي مضايقك بالشكل ده؟ أنا قلت لك يا أستاذة الناس بتقول لك حاضر وما بتعملش. لا ده مش الناس، ده بالعكس الناس هي واقفة معاكي. أكتر حد قريب منك اللي هو مثلا كأولادك كزوجتك، هما دول اللي عايشين معاكي. طيب بس انت بتعملي كل ده لمين؟ لا اهلك، لبيتك الصغير، لعائلتك الصغيره. طب ما هم عيلتك الصغيره دي مش مقدرين كل ده، يبقى انت تعملي ايه؟ كم ولد عندك؟ عندي ثلاث اولاد صبيان وعندي بنتين. كبار؟ كبار، عندي كبار وعندي صغيرين. يعني البنات هم اللي صغيرين انما الاولاد كبار. عندي شهاب ومازن وعادل، عندي رحمه، عندي مريم. كل البيوت بتحصل فيها مشاكل. كل البيوت كده، كل البيوت فيها مشاكل.
بس عارفة لما بتجيلك في وقت بتبقي خلاص. يعني أنا بقالي شهرين ما بمسكش الموبايل بتاعي. ليه؟ كده. ومعايا المساعد بتاعي ومعايا الراجل اللي بيسوق لي العربية. خلاص أنت في النهاية، أنت في النهاية معاكي في الموبايل بتاع 3000 اسم. بس في النهاية المتداولين معاكي كل يوم اللي بيكلموكوا هم 5 6. صح صح. والخمسة ستة عارفين هيجيبوك ازاي؟ عارفين ان انت في الشغل، يا يطمنوا عن طريق مدير اعمالك، يا عن طريق الراجل اللي معاك اللي بيسوق لك، يا عن طريق يعني كده. فخلاص هي يعني الموضوع كله بسيط جدا. هي تراكمات، عارف طبعا. هي ما هي ممكن كده تكون تراكمات. ما هي تراكمات، هي مش حاجة واحدة حصلت. لا مش حاجة، هي تراكمات عبر وقت طويل. بالظبط حصلت. بالظبط. وانا ناولها بأمانة يعني. انت حاطط، عارفة انت يعني انا نايم وشايف الموضوع قدامي، فقمت حققته وده اللي هداني. غير كده انا كنت ممكن اقفل الموبايل وامشي وخلاص، محدش يعرف عنك حاجه، محدش يعرف عن حاجه وخلاص. ندمان على اللي حصل ده؟ انا مش ندمان على اللي حصل، انا ندمان ان انا كنت ممكن اروح فيها بس، وهي مش مستاهله كل ده. مش مستاهله لاي حاجه في النهايه، مش مستاهله اي حاجه خالص خالص. تمنيت الموت؟ لا انا عمري ما اتمناه ولا مره. اتمنيت ولا مره اتمنيته، لان الموت ده بميعاد، مش انا اللي هتمناه دلوقتي يعني دلوقتي، بكره يعني بكره، بعده يعني بعده. رمضان يعني عيله؟ صح طبعا، رمضان يعني عيله. ورمضان معاك ايه؟ يعني رمضان معايا انا ما يفرقش. بدون عيلتك يا طارق؟ والله رمضان معايا ما يفرق صدقيني. مش وحشينك؟ لا طبعا، ما فيش حد ما بيوحشوش ولاده، بس عارفه يعني لما يوحشوني دلوقتي اوحشهم دلوقتي، بدل ما يجوا في وقت ما يلاقينوش قدامهم خالص. يا اما انا هاجي في وقت لا ابني هينفعني ولا حد هينفعني، ولا حد هينفع ابني يعني، لا ابني هينفعني ولا حد هينفع ابني، ده الاخر. الحاجه اللي ما سمعوهاش منك، الحاجه اللي عاوز تقولها لهم، تقولهم ايه؟ الحاجه اللي اقولها لهم اقول لهم قدروا تعب ابوك عليك، بس مش هقول لهم اكتر من كده. اهو يعني مثلا انا ما فكرتش في يوم من الايام ان انا، في ناس كتيره في مهنتنا ما فكروش يعلموا اولادهم غصب عنهم، او خلاص الدنيا لاهتهم. انا اول حاجه فكرت ان انا اعلم ابني كويس، رغم ان اغلب اولادي عندهم سنه الغنى او حبهم للفن، بقيت اعاقبهم عشان ما يحترفش الفن. مش عاوزهم يحترفوا؟ مش عايزهم يحترفوا الفن. ليه يا طارق؟ انا ابوهم اهو، ارزاقي على الله، هو فنان. معلش شغلتنا بتطلع وبتنزل وبتطلع وبتنزل، انما اللي معاه شهاده ده استاذه خط سيره مفتوح. إنما مش هيغلب يلاقي، مش هيغلب يلاقي شغل. انما احنا مهنتنا بالمزاج، بالمزاج، اصل ان احنا حسب مزاج الناس. انما اللي معاه شهاده ده حسب مزاجه هو، مش حسب مزاج الناس، هو اللي ماسك نفسه. في حاجه حابب تقولها لمراتك برضو؟ لا والله، اقول لها بس اهتمي بالولاد وعلى قد ما تقدري كده يعني، حسسيهم بتعب ابوهم عليهم بس. بس هي اثرت في الناحيه دي؟ هي اثرت في الناحيه دي، لان هي يعني هقول لك على حاجه، هي اهتمت بيا اكتر، فبقت سهرها بسهري. الاولاد غير يعني. صح. انا عندي مثلا 3 اولاد بيطبقوا كل يوم عشان يروحوا المدرسه، خلاص اتعودوا عشان بالليل بابا سهران فاحنا سهرانين معاه، ويفضلوا قاعدين للصبح، يطلعوا من بره بره للمدرسة، يخرجوا من المدرسة يجوا على البيت يناموا، يقوموا من النوم الساعة 11 12 بالليل. عايشين فبقت الحياة عكس ده. ما ينفعش. ما ينفعش. الله يديك الصحة. الحمد لله. وإن شاء الله البريك ده ما يكونش طويل يعني. لا الحمد بس لله. فترة قصيرة عشان ترجع لأهلك ومحبينك. فاصل مشاهدينا ونعود. نستكمل لقائنا لهذا المساء مع ضيفنا الفنان طارق الشيخ. نصل إلى المحطة التالية وهي فوق وتحت. تمام. مجموعة من الشخصيات بأصبعك كده حتشاور لي، يا لفوق يا تحت، يا سبع سماء يا سبع أرض، يا سبع أرض. فيش وسط؟ لا مفيش. لا مفيش. ماشي. لا ممكن هنشوف بس. هنبتدي بالشخصية الأولى اللي معانا والصورة الأولى يعني.
لا ده فنان اسلام ساسو لا موزع. لا 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 فنان موزع فوق ولا لا 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 فوق فوق. ايه قضيه انك معكش فلوس عشان تدفع الاغنيه وتكمل الاغنيه؟ صح الكلام ده اللي اتقال؟ هو اللي قال؟ لا هو يقول لا ما يقولش مش هو اللي لا 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 ده ساسو محترم يعني ما يقولش. لا 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 انا ساسو عملت معاه حاجه بس انا وقف يعني وقفت الحاجه على سبيل ان انا ليا فكره معينه فيها يعني. هو مش عشان بطل معاك فلوس طارق تدفعها؟ لا لا والله واقول لك على حاجه والله العظيم هو ما كلمني في فلوس. اذا لا مشاكل؟ لا 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 ما فيش مشاكل ده انا واكل معاه عيش وملح يعني ما فيش مشاكل. يلا الشخصيه اللي بعدها حسن شاكوش. لا برضه صابع عصام بقلدك؟ لا مش مفيش حد بيقلد حد. لو اي حد بيقلد حد ما ينجحش. بس ليه فكرت اول ما شفت الصوره طارق؟ مش على حاجه بس لا على حاجه. لا بص يا استاذه الفنان اللي هو ما يعملش مشكله يبقى ده اسمه فنان، انما كتير المشاكل ده يبقى مش فنان، لان الفنان ده يعني بيطلعني بالمشكله عندي، بيعمل حاجة بيطلعني من مشكلة. يعني حسن بيعمل مشاكل كتير بتقصد؟ لا مش حسن بس القرو كله بتاعهم غاويين مشاكل. الحزب عندي الناس حزبية فلوس بس. انت ما بتفكرش بالفلوس؟ انا عمري ما فكرت فيها، لان انا من الحمد لله اللهم لك الف حمد وشكر من وانا بكسب فلوس كان اي حد في الناس دي بياخد مصروف. من قبل ما ياخد المصروف كمان وانا بكسب ألوفات طارق. كل يوم عملت فلوس؟ عملت فلوس؟ عملت ثروة من لا دولة. عملت طارق الشيخ بعد ربنا بس وعايش و100 فل و10 وعايش احسن من اي حد في الدنيا. بتحس بنفسك كده انه انا اشتغلت وتعبت ما عملتش قد ربع يمكن اللي بيعمله؟ ده اللي بيقولوه لي اصحابي واولادي. بيضايقك الموضوع؟ ساعات بيضايقني وساعات بقول لا. ليه ساعات بيضايقك؟ ساعات بيضايقني لان ساعات بحس ان في متطلبات ممكن انا ما بقاش قادر عليها دلوقتي. بس ولاد اليوم غير ولاد الامس، يعني ولادنا اليوم بيختلف طريقه تفكيرهم. طب ليه فلان؟ ما انا بابا برضه فنان ومطرب وبيطلع فلوس، ليه ما تطلعش زيهم؟ هو دي الحسبه. يعني هو بيحسبها كده. الاولاد كده كله بيحسبها كده. لما انا بقى اجي اتكلم معاه ابدا يعني اهديه شويه. يعني ابدا اللي هو بالعقل شويه. طيب خلينا نشوف الشخصيه الثانيه. انت ما هو في ايه بالظبط ده؟ بصي انسان طيب جدا. تمام. انا بعتب عليه لانه هو مندفع جدا، وفي النهايه يا بيكا محدش بينفع حد. دي كلمه تاخدها من اخوك الكبير، يا بيكا محدش بينفع حد، بعد ربنا محدش هينفع نفسك الا نفسك. فكل اللي بيسخنك يقول لك اتكلم واعمل وقول وسوي، كل ده في النهايه هيجي على دماغك انت مش على دماغ اي حد تاني. فانت اهدى شويه بس وربنا يصلح حالنا وحالك ان شاء الله. الشخصيه التانيه عمر كمان. عمر مشكلته ان هو يعني خلافاتهم مع بعض خلوا يعني انا ماليش داخليات معاهم، بس خلافاته هو وبيكا وشاكوش وهم اكتر ناس كانوا مع بعض. انا بعيد عنهم، فلما انتوا كده وعملتوا كده ببعض ف اللي غير منكم هتعملوا فيه ايه؟ العين اقوى من السحر. ف ما تتكلمش في مساله العربيات ولا فلوس، انا عمري ما ابص لك، وناس تانية برضه عمرها ما تبص لك، بس في ناس تانية ممكن تحسبها معاك حسبة تانية، وربنا يكفيك شر العين يا عمر. الشخصية التالية. ده عشرة عمر معايا ده. سعد الصغير. ده عشرة عمر معايا سعد. أكيد فوق. لا 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 طبعا فوق سعد ده من وأنا طارق دلع وسعد ده صاحبي. تمام. الشخصية التالية. عم أمل ده. أمل سابع سما ده مش عم أمل عاوز يبقى في سابع سما. أنا عم أمل ده عاوز يبقى في الخمسين سنة. قد كده. لأن عم أمل ده هو طارق الشيخ. اللي بعده تامر حسني. سابع سما مجتهد جدا.
في معرفة يعني بتتكلموا مع بعض؟ لا أنا كانت المعرفة عم مسعد الكوم الله يرحمه المؤلف. والأستاذ كان حافظ لي قفلت عليا بابي دي أول حاجة عملتها في حياتي. تمام. فكان الأستاذ تامر حافظها صم. التالي شوف مين معانا برضو. رمضان طبعا. سابع سما. سابع سما. برضو نشوف الصورة اللي بعدها عشان نكسب وقت. عم محمد. عم محمد السوبكي. سابع سما. عم محمد السوبكي الناس بتعتب عليه ان هو بيتكلم، بس الراجل ده من هنا ابيض ابيض ابيض. السوبكية عموما يعني. ما قبل الاخيره الشخصيه ما قبل الاخيره. بوسي. سابع سما. سابع سما. سابع سما. اخر صوره دي بتفكرك في حاجه؟ الصوره دي الصوره دي بتفكرني ببيتنا اللي في الشرابيه. بيتكم في الشرابيه؟ في الشرابيه. كانت اوضتين وصاله كده 60 متر قاعدين فيها 7 افراد وكنا عايشين رايقين و100 فل و10. واحلى ايام. واحلى ايام. وكان المطبخ لازق في البوتاجاز كده من غير حيطه كده يعني. طارق، انا المقصود من الصوره دي طبعا مش بيتكم القديم، صوره او قضيه الخدمة اللي حصلت عندكم. القضيه دي طلعتك لفوق ولا نزلتك لتحت؟ لا لا لا، انا ماليش في اي حاجه خالص، بس ده اللي متداول، ده اللي موجود على جوجل، ده اللي ليس لازم تعرفه. بص يا استاذه، دي مش واحده اتخربشت، واحده رمت نفسها. الخادمه رمت نفسها. الخادمه رمت نفسها. وليه اصابع الاتهام توجهت اول فتره تجاهك وتجاه زوجتك؟ على سبيل هي كده كده قاعده معانا. بس انا يعني دي نيابه 6 اشهر، ومعلش انا مهما كان كوني ايه، انا مين قدام روح بني ادمه؟ بتحس انه ضايقتك بفتره نزلتك؟ لا لا لا، ما ضايقتنيش. انا في الوقت ده كنت منزل الشريط بتاع ندم عمرك، وانا الحمد لله يعني عارفه، ما انا قلت لك يا استاذه من مبدا انا عندي حاسه تفاؤل متشائم. ساعات كده تيجي كبوه كبيره قوي عندي، بعرف ان بعد منها فرق كبير قوي، وساعات يبقى في فرج عندي وتيجي كبوه اعرف ان الفرج بتاع ربنا ده هيستمر قوي، ان دي عين الفرج اللي جه عليا. ما هو لا الحلو بيستمر ولا الوحش بيستمر. بالظبط كده اهو. بس انا كانت المشكله عندي ان كانت في ناس بتكلمني على الموبايل كان انا راجل مفتري. مين كان بيكلمك؟ ناس يعني. الناس كانت جايبه ارقام تليفوناتي وبتكلمني على ان انا راجل مفتري، ان انا بقى عشان طارق الشيخ الدنيا مش عارف ايه، وانما لا مفيش ده نيابه ده. انه خرجت في واسطه. بالظبط كده. لان مفيش يعني، انا حتى معلش يا استاذه ده موت يعني، ده لو سلام الايد بيجيبوه. طب وهي رمت نفسها ليه يا طارق؟ هي كانت فيها يعني، انا جايبها عن طريق مكتب. وهي زي ما تقولي كان يعني الله يبقى يرحمها ويحسن اليها يعني، كانت في حاجات ما بينها وبين اسرتها. والدي جالي وقعدت معاه وراح واكتشف وراح النيابه اكتر من سنه. يعني يستحالة يا أستاذ. من هي كان عندها مشاكل نفسية؟ هي كان في مشاكل، الله يرحمها ويحسن إليها. الله يرحمها. فاصل ونعود. ومع طارق الشيخ نصل إلى المحطة الأخيرة، إلى سابع سما. سابع سما. مستعد نطلع سوا لسابع سما؟ يا رب. يا رب يا نطلع رب. لسابع سما، بس عنا حدا بانتظارنا. تمام. أنا وإنت. تمام. حنشوف مين عنا على الاستقبال. تمام. بص معايا كده. ده والد الله يرحمه. مين ده يا والدي؟ بابا. بابايا. بقاله متوفي قد إيه؟ توفي بقاله 2 سنين اهو، لان انا كنت في كان عندي حفلات في دبي. وقطعت الحفلات ونزلت، وهو يعني قبل ما اسافر انا زورته وكده، كان بعيد عنك السرطان خلاص بقى متفشي بيه. متفشي في جسمي. كنت قريب منه؟ ده الخير والبركه بتاعي ده. كنت قريب من بابا؟ ده دعوته معايا فوق كتير. انا عملت حوالي بتاع يعني عملت اتقلبت حوالي 5 مرات بالعربية. أنت؟ والله بدعواته الله نجد. والله والمصحف كان اللي طلع لي من العربية البي ام دي كده، يقول لي أنت طالع منها إزاي كده؟ مرة أطير من شباك، مرة ألاقي نفسي محذوف في جنب كده. دعوات الراجل الطيب ده. إيه اللي بحشك فيه؟
والله حاجات كتير. ايوه كل حاجه في الوحش. ايه اللي فقده؟ تستفد ايه؟ عارفه كنت اكلمه كده يقول لي تاكل ايه؟ ايه اللي انت عايزه خلي امك تعمله لك؟ الله يرحمك يا امي. ايه اكتر حاجه طارق وجعك بغياب والدك؟ ايه اكتر حاجه وجعك بغياب والدك؟ يعني انا عارفه كان بيهون عليا بس حاجات كتيره بصراحه، بعيد عن الشغل برضو والماديات والحاجات دي. عارفه يعني هو في حته وانا في حته، يعني هو في حته شيخ قوي واحنا في حته شغل في ناس بتنظر لها نظره تانية. بس هو كان فرحان ان انا طارق الشيخ، ان طارق الشيخ ده ابني، حتى في وسط اصحابه اللي هم شيوخ برضه شيوخ جوامع مبسوط ان انا ابنه، وهم يعني اصحابه كلهم كانوا اصدقائي وكانوا يدعوا لي. يعني انت عارفه لما يبقى حوالين منك ست سبع شيوخ كده بيدعوا لك، وكانوا يجوا يزوروا في البيت في عندنا في الشرابيه، وكانوا لازم يشوفوني ويقعد بقى واحد واحد منهم بقى بص يعمل كذا ووديه لفلان، ويعمل ده يعمل كذا ووديه الجامع كذا، وده يعمل كذا ووديه الحته الفلانيه، سمعا وطاعا. فلحد دلوقتي بدعواته وبدعوات الناس اللي معاه دي وبدعوات امي، عارفه مهالك كتيره قوي ربنا نجى الواحد منها. نجاك يا قوي. هو رباك بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي انت بتربي اولادك فيها طارق؟ لا والله، انا والدي ده ربنا على اننا كلنا نتغدى في طبق واحد ونتعشى في طبق واحد، مفيش حاجه اسمها انا اكلت. وفي حاجه اسمها الورك، ده بيحب الورك بتاع الفرخه، ده بيحب الجناح، ده بيحب الزور، ده بيحب الحته من الصدر، ده مفيش حاجه اسمها ده اكل الحته بتاعته كده. ربنا على قول كل واحد خلاص، ده حقك حقك، نصيبك ده نصيبك خلاص. النهارده في لحمه في لحمه، النهارده في بطاطس محمره في بطاطس محمره، النهارده في اللي هو الفول الاخضر الحراتي ده في النهارده في جبنه في جبنه، النهارده في سمك في سمك. بس انت طريقتك مختلفه مع اولادك. انا طريقتي مختلفه مع اولادي، بس انا حابب الطريقه دي. طب ليه ما اعتمدتش نفس الطريقه؟ ما انا ما اقدرش، لان اللي يتبع نفس الطريقه ده يقولوا عليه مجنون دلوقتي للاسف. ازاي يعني؟ في حاجات اتكلم فيها يقولوا يا بابا ده انت راجعي قوي، اقول لهم حاضر، لان انا ولا بعرف امسك تليفون ولا اعرف اخش على نت. يعني انا باجي اخش على صفحتي بالعافيه بالعافيه، يعني بتوه كده واقعد اتابع مع الناس وبتاع، والناس تتابع معايا مع الناس اللي ماسكين معايا الصفحه وكده. انما يعني كنت بعيد فتره عن الـ عن الـ عن الـ عن الموضوع ده، هو لحد ما لقيت كله خلاص بقى. لا يا عم لازم يبقى لك صفحتك وقناتك والحمد لله. انما تربيه هنا دي تربيه مختلفه. لا مش مساله تربيه مختلفه، اختلفت عن عصر. التربيه هنا كان فيها قناعه، ودي اهم مما في التربيه دي. قناعه اللي هي احنا فيه نقتنع باللي ربنا مديهولنا. لان انا عمري ما حطيت في دماغي، يعني طول عمري حاطط في دماغي ان والدي ده راجل موظف وتمام، فانا عايش على المبدا ده. ولادي طلعوا عاشوا على مبدا ان ابوهم طارق الشيخ بيصرفوا، بس مش مبدا ان برضه هو متربي تربية بسيطة عادي. احنا في عز ما كسبنا فلوس ضيعناها برضو في حاجات فاضية. انما لو فكرت بدماغه هو، لا كان زماني عامل حاجات كتيرة جدا 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 جدا. طب طارق بصراحة وبعد عمر طويل، لو حد من اولادك قعد على نفس الكرسي وطلعت له صورة بابا هيعيط بنفس الطريقة اللي انت عيطت طبعا فيها؟ يعني اللي زرعته صح؟ لا 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 طبعا. ايه؟ طبعا اللي زرعته صح. لا اصل انا احساسي بابني ده انا عارفه. أنا كل زعلي منه إن هو يعني الوقت ده لو ما خدش باله من كلمة اللامبالاة ده، معلش يعني الواحد سنه بيكبر. وأنت بتتعب. وأنا بتعب والسن برضه بيكبر، فخلاص يعني هيجي في وقت مش هتلاقي اللي يقول لك الكلام ده. أي حد هيعاملك بعد كده على إنك أنت كنت ابن طارق الشيخ، هيعاملك بمسألة برضه مادية بحتة. مش هيعاملك إنما لو أنت متعلم كويس، اسمك الدكتور فلان،
او الدكتور عادل طارق الشيخ او المهندسه يا رحمه طارق الشيخ هيعاملك على انك دكتوره في الاساس الاولاني دكتوره، والاساس الثاني مثلا انا هعاملك على انك مهندس. طارق الشيخ ده هتيجي بعد كده، انما ما معكش شهاده يقول لك ده ابن طارق الشيخ. طارق، نحن تقريبا وصلنا لنهايه حلقتنا، دايما الختام بيكون مع الضيف. ربنا يخليك. اليوم احنا في رمضان. في رمضان عاوزك تبص على كاميرتك وتقول حاجه لاولادك ومراتك، تقول لهم ايه ونختم فيها لقائنا؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، انتوا توحشوني، بس انا كده قاعد في هدنه مع نفسي كده، وانا الدنيا تروق بس شويه، وانا لا عمري هستغنى عنكم ولا انتوا هتستغنوا عني. ابوكوا طارق الشيخ. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك. انا استاذنك في حاجه بس. تفضل. بس خلاص بعد ما الحلقه. اتفضل قول. يعني انا عايز اشكر جمهوري كله اللي سال عليا وانا عيان، وبقول لهم متشكرين، وانا بدعاء ربنا وبدعائكم ربنا الحمد لله ديني قدام منكم. ان شاء الله الايام اللي جايه في حاجات كتيره قوي نازله، وانا زي ما انتم بتتمنوا لي الخير انا اللي بتمنى لكم الخير. ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يعدي المرحله دي على خير وترجع لجمهورك ولناسك واحبابك. ربنا يخليك. الحمد لله على سلامتك. يسلمك. شكرا. يسلمك. لي ربنا يخليك. شكرا لمتابعتكم، ونلتقي في حلقه جديده من سابع سنوات.